رجعنا مع حضراتكم كابتن عمرو انور. عمرو، عايز اخد رايك اجماليا في الدوري السنه دي، وبالنسبه للمربع الذهبي طبعا خلاف النادي الاهلي خلاص، والثلاثه الصاعدين والهابطين من القسم ب والعكسي. يعني لو الدوري كان هيبقى، يعني كان هيبقى افضل من كده، وكان شكله هيبقى احسن من كده لو كان منتظم طبعا. بس دي ظروف استثنائيه صعبة. يعني ما العالم كله مر بيها، وحتى انت لو شفت هتلاقي الدوريات كلها تحس ان معظم الاتحادات يعني عايزه تكمل الموسم بس باي شكل، بغض النظر عن المستوى الفني او المستوى البدني او كده. فانا شايف طبعا ان فرق جدا مع النادي الاهلي البدايه القويه جدا، وفرق النقط الكبير جدا اللي عمله في الدور الاول قبل التوقف. فده فرق كويس جدا، لان الفتره اللي رجع فيها الدوري او رجع فيها النشاط كانت قليله جدا، والمباريات كانت مضغوطه جدا. لو انت يعني لو احنا ما كناش يعني حاسمين الدوري من الدور الاول بشكل كبير كان جدا، كانت الامور هتبقى صعبه. بس دي بقى ميزه يا هاني الفرق الكبيره، وفرق اللعيبه اللي عندها عقليه مختلفه. لان انت لو تلاحظ كنت هتلاقي معظم لعيبه النادي الاهلي الفتره بتاع التوقف دي كانت بتمرن، ما حدش كان مريح فقط يعني. وده فرق ان انت رجعت بسرعه، الوقت بتاعك كان قليل، لما لعبت ماتشات مضغوطه اللعيبه كانت جاهزه بدنيا بشكل صحيح. كبير جدا. فانا شايف ان دي طبعا حاجه يعني تحسب للعيبه صراحه. يعني بالنسبه للفرق اللي هبطت، احنا ده حال الدوري عندنا بقاله يمكن اكتر من 10 سنين، ان انت النهارده بقى عندك بطل الدوري النادي الاهلي لوحده في حته، وبعدين في ثلاث فرق اللي هم بينافسوا بعض عشان المربع الذهبي زي ما انت قلت، عشان الاشتراك في بطولات افريقيا. انما انت عندك بقى من العاشر ومن التاسع ومن الثامن، كان صراع بالزبط. صراع مشتعل، ده احنا بقى لنا 10 سنين في القصه دي. اللي هو انت بس السنه دي كان بزياده، بس السنه دي اكتر يعني ممكن. يعني انا قصدي اقول يعني انا بالنسبه لي مش حاجه جديده يعني. مش حاجه جديده يعني، انا بالنسبه لي مش حاجه جديده ان انت اكتر من 7-8 فرق بينافسوا على الهبوط او على البقاء في الدوري. اقل الفرق يعني، انا اللي كان بالنسبه لي مفاجاه صراحه اسوان. يعني انا كان بالنسبه لي لان هم فعلا اقل امكانيات واقل لعيبه، مع ذلك تميزوا في الاداء. دي حقيقة. دي حاجه تحسب جدا طبعا لكشري صراحه، لانه الفتره اللي مسك فيها برده كانت فتره صعبه جدا، وفتره ضيقه جدا، وفتره ان انا النهارده راجع من 4 شهور توقف، وفرقه ما حدش كان يعني عنده شك. كابتن مجدي عبد العاطي كان عامل شكل مش وحش برضه، خلينا نتكلم بكل امانه يعني. هو كمل على، بس كان فتره صعبه. انا معاك طبعا، بس انا بتكلم في وضع الفرقه في النقط، بالنسبه للفرق الثانيه والامكانيات ترتيبهم. انت برضه النهارده لما فرقه تلعب الدور الثاني كله بره ملعبها، انها ما تبقاش موجوده في ملعبها محرومه انها لا دي برضو انا شايف انها ظروف صعبه جدا. فدي برضو يعني حاجه نحييها عليها، ونحيي نادي اسوان عليها طبعا. بالنسبه للفرق اللي صاعده، احنا برضو بنتكلم في يعني المحله. انا سعيد جدا طبعا المحله صعد، لان من الانديه الجماهيريه. يعني الدوري كل ما بيبقى فيه انديه جماهيريه، بس طبعا مع عوده الجمهور يعني ده كل ما المنافسه بتبقى احلى يعني. هيفرق بشكل كبير جدا. سيراميكا انا شايف برضو ان هي يعني بقى لها اكتر من 3 سنين 4 سنين بتنافس لحد اخر مباراه، السنه دي صعدوا. مين تاني؟ البنك الاهلي برضو ده وافد جديد. يعني اتمنى ما يبقوش بقى اللي هو حته بقى تمثيل مشرف والضيوف الشرف اللي هي بتيجي تلعب سنه في الدوري وبعدين تنزل تاني. بالظبط. وخصوصا يعني خصوصا فريق زي فريق المحل. فريق المحل عانى من فريق كبير، من بطل الدوري وبيضم افريقيا كمان. بالظبط، ولعب افريقيا وبيضم تاريخ كبير جدا. انه يبقى بالشكل ده وبالوضع ده، وانه يلعب في القسم الثاني فترات طويله كده. اتمنى بقى ان يعني الاخطاء والسلبيات اللي حصلت في السنين اللي فاتت ما تتكررش، ويرجع تاني غزل المحله لوضعه ومكانته الطبيعيه. ان شاء الله.